على فكرة your body language may shape who you are. فيديو 19 مليون فيوز. خلينا نشوف هذا الفيديو عن ايش بيحكي. لغة الجسد. انا نفسي كنت احكي دائما انه شو هالهبل اللي كل حدا قاعد بيحكي فيه. كل مرة بيطلع لك فيديو بيحكي عن لغة الجسد او بيحكي عن اهمية لغة الجسد او معاني لغة الجسد. انا نفسي كنت احكي شو هذا الهبل وما كنت اصدق فيه. كنت اعمل سكيب يوجولي عن هاي الفيديوز. لكن مع الوقت ومع المواقف ومع الحوارات ومع القرارات اللي تصير تاخذها بحياتك وكل ما شوي تتعرض لمواقف اكثر تحس انه لا الموضوع مش هبل والموضوع فيه له وزن صراحة كثير كبير في حياتنا. غمزة، ضحكة، نظرة، لفة وجه، استهتار أو نظرة استهتار أو استعلاء أو حتى كمان ردود فعل الجسم، مثلا تعرق، احمرار وجه، كشرة، شوية هرمونات عم بتصير إفراز جوا الجسم، ضربات قلب، رج خفيفة وانت قاعد بتحكي. كل هاي أشياء تندرج تحت موضوع لغة الجسد. أنا مش حدا سبيشالست في البادي لانجوج، بس هذا الفيديو اليوم بيحكي عن أشياء كثير مهمة بهذا السياق، فخلينا نبلش. جاسر مصطفى وجي توكس 101 things I learned من تيد توكس. Body language, but we call it nonverbals as social scientists. It's language, so we think about communication. لما نحكي لغة الجسد يعني طريقة التواصل أو communication أو رسائل بتم توجيهها عن طريق أعضاء الجسم أو ردود أفعال الجسم أو حركات الجسم أو أعضاء هذا الجسم. وكل واحدة من هاي الشغلات فيه لها معاني معينة بتعكس القصد من وراء هاي الحركة أو الحالة اللي بمر فيها الجسم إذا كان عم بتعرض لموقف معين، وهي بتكون يوجولي بين الشخص ونفسه أو بين الشخص وأشخاص ثانيين بينه وبينهم، إما مواقف أو حوارات أو هو عم بيقدم سبيتش أو عم بيحاول يكذب أو يتظاهر بشيء معين أو عم بيحاول يحكي الصدق أو هو فعليا معرض لضغط معين أو هو مرتاح فعليا. كل هاي الأشياء تندرج تحت موضوع لغة الجسد. وفعليا هاي الحركات وهاي اللغة وهاي ردود الأفعال بيكون لها جانب كبير أو تأثير كبير على القرارات اللي بنتخذها، أو على الأقل بتأثر فيها بشكل أو بآخر. يمكن من أكثر الأشياء اللي أنا شخصيا أثرت بقرارات أنا اتخذتها كانت من الانترفيوز اللي بعملها مع الناس اللي ممكن نكون نشتغل بتيم واحد، أو مثلا مع الناس اللي كانوا بإيفنت أو بأماكن أنا كنت متطوع فيها مثلا أو عضو من أعضاء الفريق اللي بيشتغل فيها، أو عن طريق فيديوز حتى بحضرها على اليوتيوب أو على أي بلاتفورم موجودة. ففي كل هذه المواقف كان للغة الجسد أثر معين في القرار أو الحكم اللي أنا بتخذه على الشيء اللي قاعد بعمله. طبعا ما بكون أتبع 100% كل حركات الجسم وإفرازات الجسم وتعرق الجسم والآخري، لكن بشكل أو بآخر يكون لها معاني كثير عشان تعطيك هنتس معينة عن القرار اللي انت فعليا عم تاخده، وبتساعدك دائما انك انت تقرر مين الشخص اللي بلفتك اكثر من الشخص اللي ما بلفتك، مين الشخص اللي انت بتقدر انك انت تصدقه او تثق بكلامه، مين الشخص اللي انت ما راح تصدقه ولا راح توثق بكلامه. كل هاي الاشياء متعلقة بشوية ردود افعال وتفاعلات بينك وبين الشخص اللي انت قاعد تتواصل معه من غير ما تحكي. ولهون بوصل من الجزء اللي في الفيديو اللي أنا بدي أحكي إنه يمكن المصطلح اللي بيوصف الشيء اللي أنا عم بحاول إني أنا وصله أو اللغة أو التعبيرات اللي أنا عم بحاول إن أنا أحكي شو هي، هو مصطلح اسمه Non-Verbal Expressions أو Non-Verbal Communications أو Non-Verbal Messages، أشياء غير محكية. يعني مثلا وانت قاعد مثلا لتسي انك انت بتلعب لعبة كرة قدم او انك انت مثلا في سباق او انك انت في مسابقة او انك انت في مكان المهم باي شكل عم تتعرض لاي شيء، وفي في في مكان انت راح تم الحكم عليه هل انت الشخص الفائز او مش الشخص الفائز، او انت الشخص اللي نجح او مش الشخص اللي نجح، او نجحت في امتحان او whatever. مهم شعور الفوز او الفرحة العارمة اللي انت راح تحس فيها. فمباشرة في اشخاص بيفتحوا ايديهم بشكل كثير كبير وبتحس بكمية البوزيتيف فايبس اللي بتوصلك من جهتهم.
هذه الحركة فتحة الإيد أو القفز الهائلة أو حركة ردة فعل الجسم towards الشعور اللي أنت قاعد تحكي عنه أو اللي أنت قاعد تتعرض له مش بس موجودة عند الإنسان، فهي موجودة في كثير مخلوقات، ومنها من المخلوقات الموجودة في المملكة الحيوانية كثير أمثلة، ومن الأمثلة اللي ذكرت في الفيديو الأصلي اللي أنا عم بحكي عنه اللي من تيد توكس اللي هو باي شخص أو شخصة إنسانة اسمها أمي كادي، والفيديو كان اسمه Your Body Language May Shape Who You Are. فإذا بدك تشوف الأمثلة فأنت بتقدر ترجع لهذا الفيديو أو راح أحاول أحطها في الفيديو أنا قاعد بحكي. شغلة تانية، أنت لما بدك تكون أو لما تكون في شعور الباور أو شعور القوة بتلاقي أنه إيذر عند كثير من الحيوانات الله يعزكم أو حتى عند الإنسان، بتلاقي الشخص فرد جسمه، رفع كتافه، فتح صدره، نظرته اختلفت، بتلاقي معطي للشخص اللي قدامه الـ vibes of power اللي هو عم بيحاول يعكسها. On the other hand بتلاقي إنه الشخص اللي عم بيحس بضعف أو بكسر أو بانهزام، نعم بتلاقي القاعدة تبعته عم تعكس هذا الشعور، لأنه هو مش في كيس أصلاً إنه يعني مش فارقة معه. فكل هذه الرياكشنز هي تعبيرات غير محكية، وهي التعبيرات الغير محكية بتندرج تحت لغة الجسد وإلها مسجز معينة بتوصلها على فكرة من غير ما أنت تحاول أنك تحكي للشخص اللي قدامك إذا أنك أنت شخص كثير قوي أو أنك أنت شخص كثير متضايق أو أنت شخص كثير سعيد ومبسوط وعم بتنط. غير هيك حتى إفرازات جسمك هتختلف، إذا أنت كنت شخص كثير خايف القلب عندك راح يصير يدق بشكل كثير سريع، الدم راح يمشي بجسمك بشكل كثير كبير، التوتر راح يكون مبين عليك، يمكن تعرق شوي، يمكن احمرار في الوجه، يمكن رمش اكثر، عمليه الرمش تزيد عندك، رجه ممكن مرات في الايد وانت مش قادر انك انت تحكمها، سبيشلي اذا بترجع لحالك ايام اول انترفيو انت عملتها يمكن، او في امتحان انت قدمته، او اول مره بتطلع على ستيج، او اذا انت مثلا صورت فيديوز او بتحكي بفيديوز او بتعطي محاضرات، اول مره اعطيت فيها محاضرات، بتلاقينا دائما نحن كلنا مرينا بهاي التجربه. سبيشلي اتذكر اذا انت اعطيت كورس او شرحت لحد اشي وما كنت متمكن منه 100% هتلاقي اني انا الاشي اللي بحكي لك اياه يس انت يمكن تطلع باكثر من مكان، يمكن ايدك شوي او ايديك شوي بتكون عم بترج، وانت مش طبعا مش رج انه انت بدك تموت رج خفيفه، وصوتك شوي بيكون يعني طالع او مش طالع، في كثير مسجز عم تطلع من البني ادم، والليترال اللي عم بتصير برضه او بتكون بتصير مع كثير من كائنات المملكة الحيوانية، فهي مش بس مقتصر على الانسان، بس احنا اليوم بدنا نحكي عن الانسان لانه الفيديو موجه للانسان. هاي كلها حركات او خليني احكي مسجز او فايبس او رياكشنز بتكون من الجسم بدون اما بديش احكي بدون وعي، بوعي وبدون وعي، لكن طبعا ممكن انه احنا مع الممارسة انه احنا نوصل لحد معين انه نخليها under control، وانك انت تقدر انك انت تتحكم بهاي الرياكشنز تبع الجسم. واللي بدك تعرفه انه رياكشنز او هذه المسجز هي مش سلوك متعلم، او لا هو خليني بديش احكي مش سلوك متعلم، هو مش سلوك انك انت اذا شفته من لما انخلقت لحد ما تكبر لحد ما يصير معك هذا الافكت اللي حيصير عليك فيطلع هذه الحركة بتكون حتمية حدوثه. انت سواء عمرك شفته او عمرك ما شفته، اذا فرحت اما راح تنط او راح تضحك او راح تفرد ايديك على الاخر، راح تحضن الشخص اللي قدامك، كنت في موقف قوه سواء شفت حدا عملها او ما حدا عملها قبل هيك، انت حتفرد صدرك، حتفتح صدرك، حتتعرش بمعنى اخر. فكل هاي تصرفات او ردود فعل مش من منطلق التعلم من خلال الرؤيه، يعني مش من منطلق القدوه انك انت شفت شخص عملها، سواء ولد شخص عنده ability يشوف او شخص غير قادر على الرؤية طول حياته، فهي نفس الرياكشنز اللي نحن عم نحكي. هلأ البارت الحلو من الموضوع هو بدي أسميه الانتراكشن بينك وبين الناس اللي عم تتعامل معها. لتس إن أنت والشخص اللي بتحبه، أو أنت وحبيبتك، أو أنت وحبيبك، أو أنت وزوجك، أنت وزوجتك، أنت وأمك، أنت وأخوك، أنت وأي حدا، أنت وأختك أو أختك وزوجها أو whatever، بتلاقي هدول الشخصين إذا كانوا عم بتعاملوا مع بعض، واحد منهم في حالة انهزامية أو powerless أو بحالة انعدام الثقة أو بحالة توتر، بتلاقي الشخص الثاني تلاقيه بالحالة المعاكسة تماماً، بحالة الباور، بيحاول يبعث negative vibes، بيحضن يمكن، بيفتح إيديه، بتلاقي في تكامل بين الشخصين أو بين الطرفين للمعادلة، سواء شخص أو مجموعة أشخاص.
وهذا التصرف usually إذا في أصلاً يعني ارتباط بين هذول الطرفين، وبديش أحكي ارتباط يعني زواج، ارتباط سواء بالمشاعر أو بالعشرة أو بالمعرفة أو بالصداقة أو بأي نوع من أنواع الارتباط، بتلاقي هذا الرياكشن عم بصير unconsciously. هلأ on the other hand إذا كان extra powerful body language والشخص كان كثير معصب، الشخص اللي قدامه وعنده شوي ثغرة يدخل من خلال الخوف لقلبه، تلاقيه مباشرة أعطى رياكشن الانهزام والانسحاب والتوتر. كل هاي الأشياء عم بتصير بدون أدنى كنترول من الشخص اللي عم بتعامل معها، سبيشالي إذا كانت عم بتصير لأول مرة، يعني مش حيكون فاهم شو اللي قاعد بصير معه. فالفكرة من الفيديو باي ذا واي مش إنني أشرح لك شو هي لغة الجسد وإيش معنى الحركة الفلانية، وإذا فلان رمش أو فلان غمزت أو إذا فلان لعبت بشعرها أو واحد عمل في ذنيه كنت بتحكي أو واحد نعس أو واحد، مش هذا الهدف من هذا الفيديو. لكن الهدف من هذا الفيديو إنك أنت تروح تدق ديبر، تدور أكثر على معلومات تفيدك في حياتك العملية، وهذا اللي أنا بهمني من الفيديوهات اللي أنا بعملها، كيف أنت ممكن تسيطر على the most reactions of your body language in order to orient كل الـ events اللي عم بتصير حواليك بالاتجاه اللي أنت بدك إياه. إذا تورينت أو orienting الـ events أو directing الـ events بالاتجاه اللي أنا بدي إياه بالضبط. أنا رايح على انترفيو بدي أعكس طابع الثقة وطابع القوة وطابع المعرفة طابع الليدرشيب أو القيادية، إيش هي علامات لغة الجسد اللي هتعطي الشخص اللي قدامي الثقة اللي أنا بدي أوصله إياها إنه أنا هو الشخص المناسب 100% لهذا البوزيشن، وإذا ما أخذني خسر والشركة يعني متوفت وأنا ربنا خلقني وكسر القالب. طبعاً إحنا بدناش نوصل لمرحلة to fake it على الآخر وإنه أنا أطلع بدب صوفية، at the end of the day بدي أكون definitely متمكن من إيش الأشياء اللي بحكيها. وباي ذا واي يمكن ما تقدر توصل أي شعور بالثقة أو بالمعرفة أو القدرة على القيادة إلا إذا أنت literally كنت عندك المعرفة أو القدرة على القيادة ولو بحدها الأدنى يعني. بس at the end of the day you will never lie you will never fake it عشان تنصب على الناس اللي قدامك، حاول إنك شوية تكون صادق مع الناس. فالسؤال هلا مباشرة بيتبادر لذهن أي شخص عم يحضر هذا الفيديو، إذا أنا ما كانت عندي ability إني أنا أتحكم بهذه الرياكشنز وما عندي هاي السكيل اللي أنت قاعد بتحكي عنها، فهل أنا عندي القدرة إني أنا أتظاهر بهاي البادي لانجوج رياكشنز؟ الجواب يوجوالي هو يس، وبرجعك لفيديو بيحكي عن موضوع الممارسة، انك انت كل ما مارست اكثر كل ما اعطاك ability انك انت تتحكم حتى برياكشنز جسمك الداخلي. وانا هذه صراحة الاشياء اللي اركز عليها كثير بتحسني وانا بحكيها بالفيديو كثير واثق منها، كون متأكد اني انا مجربها، ما راح احكي انه يس بتقدر من غير ما اكون جربتها. لكن في كثير مواقف يمكن تتعدى حدود التجربة اللي انت جربتها وحدود الليفل اللي انت وصلت له في السيطرة على هاي الرياكشنز، لانه يمكن موقف ما مر عليك قبل هيك، ويمكن موقف انت ما كنت تخيله، يمكن موقف اقصى من قدرة تحمل مشاعرك او قدراتك النفسية، برضو ستيل انت راح تقدر later on انك انت تسيطر على هذا الموضوع. طيب هلأ لو انا ما عندي هاي السكيل وما عندي هاي المهارة وتدربت عليها، فهل انا راح اصير اتقنها later on؟ definitely اذا انت تدربت على انك انت تركز على وين الجوانب اللي انت بتقدر انك انت تكنترول ذم you will control them، واكيد باقي الجوانب اللي انت ما كنت واعي لها اكيد راح تقدر انك انت تشتغل على اساسها. لهون لانه الفيديو صار كثير طويل بديش اطول فيه اكثر من هيك، فراح اوقف واحكي انه لهون وصلنا لنهايه الجزء الاول من الفيديو اللي بيحكي your body language may shape who you are، وإن شاء الله في الفيديو الجاي راح أحط الجزء الثاني اللي بيحكي عن تكملة هذا البارت من الفيديو واللي راح ننهي فيه the other part of the 19 million views video of TED Talks 101 things I have learned from TED Talks. وسلام.